الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اليهود ثم النصارى ثم نحن، تكرار الامتحان نفسه. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان المؤمنون آنذاك ينتظرون ظهور خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ونحن اليوم ننتظر ظهور خاتم الأوصياء أرواح العالمين له الفداء. عندما ظهر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله كثير من المؤمنين بمصطلح ذلك اليوم الذين كانوا ينتظرون ظهوره وقدومه وكانوا يقولون بأنهم سينصرونه تركوه، بل حاربوه. نفس الخطر اليوم موجه إلينا،
ننتظر الظهور الشريف، ولكن إذا ظهر المولى أرواح العالمين له الفداء ماذا نصنع؟ ننصره أم نخذله؟ والعياذ بالله، أم نحاربه؟ لا، نحن مؤمنون، نحبه. تتصور أولئك ماذا كانوا؟ أولئك كانوا مؤمنين، بحساب ذلك اليوم كانوا مؤمنين. كثير منهم كانوا يعتقدون بآخر نبي أرسل أو آخر رسول من أولي العزم أرسل إلى ذلك الزمن، كانوا يعتقدون بعيسى بن مريم. لا، بعضهم هاجر من بلده، ترك بلده، ترك أهله، ذهب سكن يثرب، سكن أطراف يثرب، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله سينطلق من يثرب. يثرب ليست منطقة، خصوصا في ذلك الزمن، ليست منطقة جيدة للسكنة. تركوا بلادهم، بعضهم كانوا في بلاد جوها لطيف جدا حسب تعبير الناس، لأجل أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية انطلاقته تركوا بلادهم، جاءوا سكنوا يثرب وأطراف يثرب. وكان إذا دار نقاش بينهم وبين بقية الناس، بين المشركين، كانوا يقولون لهم انتظروا، سيأتي ذلك النبي، ذلك الرسول الذي بشر به، وسننصره وسنتغلب عليكم. وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا، ليس عن جهل، كانوا يعرفون، كفروا به. نحن ندعي، ادعاؤنا كبير، اللسان يتكلم بسهولة، ولكن القضية تحتاج إلى علامات. الآن في زمني كيف أبدي أنني صادق؟ أنا أقول إذا ظهر الإمام أرواح العالمين له الفداء سأنصره، ما هي علامات صدق كلامي اليوم؟ إحدى الأخطار، لا أقول الأخطاء فقط، إحدى الأخطار الكبيرة التي قد يقع فيها بعض المؤمنين، لا أقول أكثرهم، إن شاء الله ليس أكثرهم، الاستغناء عن الإمام. قد يكون بعض من يحسب في صفوف المؤمنين لا يجد في نفسه حاجة للإمام. ما هي حاجتي للإمام؟ التاجر تجارته ماشية، هو عنده فكر تجاري، عقل تجاري، يدير تجارته، أين حاجته إلى الإمام في تجارته؟ العالم في مجاله، في مجال علمه، يتعلم، يعلم، مشغول، أين حاجته في علمه إلى الإمام؟
العامل يعمل يحصل على رزق حلال إن شاء الله، أين حاجته في عمله في رزقه إلى الإمام؟ الرجل، المرأة، الكبير، الصغير، الكل ماشي في طريقه، نحتاج إلى الإمام، أين حاجتنا؟ الأمور ماشية، كل في مجاله، السياسي في سياسته، المدرس في تدريسه، لا إن شاء الله هذا لا يحدث، ولكن أقول ربما، ربما حتى الفقيه، ربما إن شاء الله لا يحدث، يجد نفسه محتاجا إلى الإمام، أين حاجته؟ عنده كلمات آباء الإمام صلوات الله عليه، يتأمل فيها، يستخرج بطون معاني تلك الكلمات النيرة، أين حاجته إلى الإمام؟ محتاج إلى الإمام؟ كلمات آباء الإمام صلوات الله عليهم أجمعين موجودة، نور. وعندما تذوب الحاجة للإمام يأتي ما أنبأ به وأخبر به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من نسيان الإمام. أنا لا أقول نسيان أنه أنا أنساه في كلامي، لا، نسيان في القلب، خلاص لا توجد حاجة. محتاج؟ أنت محتاج إلى الإمام في ماذا؟ تدير أمورك بنفسك، عندك الأدوات، خلص. أي جهل هذا؟ التاجر يدير تجارته بنفسه، أي جهل هذا؟ لو انقطع عنه لطف الإمام لحظة واحدة، لحظة أقل من ثانية، خلال ثواني يفقد كل أمواله، لا أقول خلال أيام، وهذه المصيبة السهلة إذا فقد كل أمواله، قد لا يفقد أمواله إذا فقد لطف الإمام لحظة واحدة، قد لا يفقد أمواله، يصاب بمصيبة 1000 مرة، 1,000,000 مرة أشد من فقدان الأموال. هذه الأموال تكثر ويصرفها ضد الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هذا يحصل. أين حاجتك؟ لطف الإمام لو انقطع عنك لحظة واحدة، لحظة، لا أقول ثانية، أقل من ثانية، الفقيه قلت إن شاء الله هذا لا يحدث، ولكن أقول قد يمكن، الشيطان لم يموت، الفقيه بعد وضع زين، عنده النور، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نور أم لا؟ قطعا. أين حاجته إلى الإمام؟ لو انقطع لطف الإمام عنه لحظة واحدة قد يفقد كل علمه في لحظة، أحد العلماء في هذا الزمن وأعرفه جيدا وأعرف تفاصيل القضية، كان جالسا في الليل، لعله في منتصف الليل،
أمامه كتاب مطالعة، يطالع هذا الكتاب، كتاب فتحه عشرات المرات لعله مئات المرات، راجع مقاطع مختلفة في هذا الكتاب، مرة واحدة انتبه هذا الكتاب الذي أمامه ما هو؟ لا يعلم، نسي. ما اسم هذا الكتاب؟ لا يعلم. في أي موضوع هذا الكتاب؟ في الفقه، في الأصول، في الحديث، تفسير، ما هو؟ لا يعلم. علم أنه حدثت له مشكلة، أراد أن ينادي زوجته، أبنائه، بناته، ما هي أسماءهم؟ أسماء أبنائه، أسماء بناته، أسماء اسم زوجته، لا يتذكر. فكر مع نفسه ما هو اسمه؟ ما تذكر. من هول الحالة التي حدثت له صرخ، أهله اجتمعوا عليه، لا يعلم شيئا، الذاكرة مسحت كليا، من الآن تبدأ من جديد، ما بك؟ لا يعلم، مذهول فقط. أخذوه إلى أطباء، أطباء جيدين، نقلوه إلى بعض المدن الأخرى في إيران، نقلوه إلى طهران، نقلوه إلى أطباء جيدين مميزين بدون فائدة. أخذوه إلى إحدى البلاد المتطورة في الطب جدا، بعد الأشعات الطويلة، قالوا لأهله هذا الشخص أصيب بجلطة صغيرة في، لا أعلم أين، في دماغه، في المخ، وهذه الجلطة هذا أثرها، ينسى، المعلومات لا تنتقل، لا أعلم التفاصيل، تفاصيل طبية. ما العلاج؟ قالوا في الطب على وجه الكرة الأرضية لا يوجد علاج له إلا أن تحدث معجزة، هذه الجلطة، هذا الشيء الذي حدث في طريق معين، هذه الجلطة تمشي، إذا مشت يرجع، وإلا سيبقى على حاله إلى آخر عمره. ثلاثة أشهر، لا لعله أكثر، لعله ما يقارب من ستة أشهر على هذا الوضع، لا يتذكر نهائيا، لا يعرف، كان يعرف أحاديث بالمئات، لعله بالآلاف، لا يتذكر حديثا واحدا، لا يتذكر كلمة من آية قرآن، لا يتذكر نهائيا ولا شيء، إلا أن تذكره، لا، إلا أن تعلمه من جديد شيئا، أنا اسمي كذا، ذاك اسمه كذا. سبحان الله، لطف من المولى، أرواح العالمين له الفداء. بعد أشهر مرة واحدة رجعت الذاكرة، تبين لعله أن تلك الجلطة مشت، موجود، موجود، حي يرزق اليوم، حي يرزق. كان منتهي خلاص بهذا الوضع، أغتر، أنا لا أحتاج إلى إمامي، عندي روايات أهل البيت، عجيب. وهذه المشكلة الخفيفة، هذه المشكلة السهلة، إذا الإنسان فقد رأس ماله، من علمه، من رئاسته، من ماله، من شخصيته، هذا السهل إذا فقد، الأخطر أن هذا الشيء رأس ماله في العلم، رأس ماله في الوجاهة، رأس ماله في المقام، الخطر الأكبر أن رأس ماله يصرف في الضلال والإضلال، في الظلم، في الإيذاء، في تحريف الناس. هذا الشيء يحدث أم لا؟ نعم يحدث. روايات أهل البيت، روايات أهل البيت نور، نعم نور، ولكن روايات أهل البيت مثل الآيات القرآنية،
قد تكون سببا للهداية وقد تكون سببا للإضلال. عجيب، القرآن يضل؟ نعم يضل، هو القرآن يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. به بهذا المثل، هذا المثل أين؟ في القرآن. القرآن يضل؟ نعم القرآن يضل، هو القرآن يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الإضلال له سبب. القرآن قد يتبدل إلى مركز إضلال لشخص؟ نعم الفاسق قد يتبدل القرآن إلى إضلال له، هو القرآن يقول. كلمات أهل البيت هكذا، كلمات أهل البيت نور، لا شك أنها نور، ولكن هذا النور بدون الاتصال بمركز النور، النور بدون أن يكون الشخص يبصر أعمى، النور ينفعه؟ هو أعمى. مركز النور من؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، في الحديث الصحيح، أحاديث في أحداها، في حديث صحيح في تفسير قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، قال عليه الصلاة والسلام رب الأرض يعني إمام الأرض. بدون الاتصال بهذا المركز للنور كلمات أهل البيت تنفعك؟ أبداً. لحظة، قلت لحظة واحدة، إذا سلب منك لطف الإمام. إخواني الشلمغاني كان عالم شيعي كبير، أين ذهب؟ علي بن أبي حمزة البطائني كان أحد أكابر فقهاء عصره، أين ذهب؟ ما كانت عنده كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هو روى مئات لا آلاف لعله أكثر من الروايات، من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أين ذهب علي بن أبي حمزة البطائني؟ هذا الفقيه الذي عنده نور كلمات أهل البيت هكذا ممكن أن يصير بدون لطف الإمام؟ إذا فقد لطف الإمام نحن في غنى عن الإمام. أي جهل هذا؟ تجارتي ماشية، أموري ماشية، بلطف الإمام ماشية. حالة الاستغناء العياذ بالله، أي حالة خطيرة هذه. في أواخر دعاء الافتتاح نقرأ اللهم المم به شعثنا، به المركز هنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا أو عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به فوق رغبتنا. به كل شيء، هو أنا مستغني عنه. في ماذا مستغني عنه؟ أنا عندي شيء؟ أنا أتمكن أن أصنع شيئا؟ يا أخي من أنا؟ كبار البشر، أقوياء البشر لا يتمكنون عن أن يدفعوا عن أنفسهم فيروس صغير. الحكام تعلمون عندهم طب خاص غير الطب الذي لك. حكام بلاد ضخمة قوية يصاب بفيروس،
أقوى طب، أفضل طب، أكثر طب تطوراً عندهم، لا يتمكنون أن يخرجوا فيروس من جسمه. نحن أمورنا ماشية، الأمور بأيدينا. عجيب، أي جهل هذا. اليوم كثير منكم قرأتم دعاء الندبة، آخر دعاء الندبة ماذا تقول؟ واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية في كل صغيرة وكبيرة نحتاجه. أين مكانة الإمام في قلوبنا؟ لا ننسى المؤمنين قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله، لا نصاب بما أصيبوا. نسيان الإمام أكبر خطر، الاستغناء عن الإمام أكبر خطر. أختم كلامي بحديث شريف، حديث جدا لطيف ومفيد أيضا، فوائد اجتماعية أيضا وعائلية أيضا، وإن كان شاهدنا في جانب آخر. الحديث الشريف نقله الكليني في الكافي بسند صحيح عن الحسن بن الجهم ابن بكير ابن أعيان. الحسن بن الجهم ثقة بلا أشكال، بل يستفاد من بعض الروايات الشريفة ومنها هذه الرواية الشريفة أنه جليل، ليس ثقة عاديا، له مكانة. يقول: قلت للإمام أبي الحسن، الحسن بن الجهم من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله عليهما، وكلاهما يكنى بأبي الحسن تعلمون، ولكن بصورة عامة كنيت أبي الحسن إذا أطلقت بدون تعيين، أبو الحسن هو المقصود الإمام الكاظم، ولكن قد يحتمل أيضا باعتبار الشخص من أصحاب الإمام الرضا أن الرواية عن الإمام الرضا أيضا، ولا فرق صلوات الله عليهما. قلت للإمام أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: لا تنسني من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: استفهام إنكاري، أو يسمى استفهام، البعض يسميه استفهام استنكاري. قال عليه الصلاة والسلام: أو تعلم أني أنساك؟ تتصور أني أنساك؟ يقول الحسن بن الجهم: يقول: فتفكرت في نفسي وقلت، في نفسي قلت يعني، هو يدعو لشيعته وأنا من شيعته، فقلت له للإمام: لا تنساني، أعلم أنك لا تنساني. قال عليه الصلاة والسلام: وكيف علمت ذلك؟ قلت: أني من شيعتك وإنك لتدعو لهم. التأكيد، هو يقول لتدعو بلام التأكيد، حتما أنت تدعو لهم. قال عليه الصلاة والسلام: هل هذا صح؟ ولكن هل هناك شيء آخر أيضا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل علمت بشيء غير هذا؟ هذا الجانب صحيح، أنت من شيعتنا وأنا أدعو لشيعته، ولكن يوجد شيء آخر أيضا؟ قلت: لا أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: شاهدي هنا، إذا أردت أن تعلم ما لك عندي فانظر إلى ما لي عندك. أنا أين مكانتي في قلبك؟
أين مكانتي في عقلك؟ أين مكانتي في مشاعرك؟ تريد أن تعرف مكانتك في قلب إمامك؟ انظر إلى مكانة الإمام في قلبك. أين مكانته؟ هو يلطف بشيعته أي لطف، هو الأب الشفيق، لا توجد شفقة مثل شفقة الإمام، هو العطوف، عطف الأمهات ليس مثل عطف الإمام. هو قال أرواح العالمين له الفداء أنا غير مهملين لمراعاتكم. هو حفيد ذلك الذي قال وكلهم نور واحد، ذلك الجد الذي قال إني والله لأحب ريحكم وأرواحكم. عندهم هكذا لطفهم، ولكن أين هو في قلوبنا؟ أين هو في حياتنا؟ ندعو له، نعمل في خدمته، في خدمة دينه. الأهم من كل ذلك نهتم برضاه. أنا أهتم برضا أخي، برضا زوجتي، برضا أبي، برضا المدير، برضا المسؤول، برضا الحاكم، برضا الوزير. كم نهتم برضا الناس وكم نهتم برضا الإمام؟ أفكر أن تكون أعمالي مرضية عند الإمام. يوم الاثنين يوم الخميس تعرض أعمالنا بصورة تفصيلية على الإمام، في كل اثنين في كل خميس أفكر كيف تعرض أعمالي على الإمام. الإمام ماذا يرى في أعمالي؟ يفرح بأعمالي أم لا؟ الاهتمام برضاه. أبارك لكم الذكرى السعيدة المباركة لبعثة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاته، بلطفه، برأفته ورحمته بالمؤمنين رؤوف رحيم، أن يعجل فرج حفيده مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم بحقه أرزقنا في الدنيا النظر إلى طلعته البهية، وفي الدنيا والآخرة شفاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.